سي مصطفى طريبيش عن اللجنه المنظمه للدوري دوري الاتحاد الرياضي والتنميه. اليوم الدوري اللي تيحضروا فيه الفئات العمريه الصغرى 13 15 16. سي مصطفى تحدثنا على الدوري، كيفاش جات الفكره باش نظموه في هذا المكان؟ تعرفوا انه ملاعب معشوشه وقليلا ما تكون في بحال هذه الملاعب معشوشه في مدينه مراكش. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الساده والمرسلين. هنا الدوري جاتنا الفكره تخليد لذكرى تقديم وثيقه الاستقلال ونهايه الاسدس الاول التراسي. ارتأت جمعيه الاتحاد الرياضي للتنميه بشراكه مع مجلس مقاطعه كيليز باش ينظموا هذا الدوري للفئات الصغرى، وكان كيشمل يوكانس قل من 15 سنه وقل من 13 سنه وقل من 11 سنه، وكانت واحد الكثافه كبيره نتاع المشاركين حيث شارك فيه 8 نتاع الفرق في كل كاتيجوري، يعني كل فئه كانوا 8 الفرق. كان تقريبا في المجموع ديال شحال عدد الفرق في المجموع؟ تقريبا كانت 16 فرقه في الفرق كامل اللي شاركوا. الاقصائيات هادو في الاقصائيات ودرنا دي جروب دو، يعني مجموعه تاع 4-4 كيتاهل من كل مجموعه جوج تاع الفرق كيلعبوا نصف النهايه والنهايه، والدوري دامت المده تاعته جوج الاسابيع. وكي كنشوفوا هنايا بانه الدوري دار في ملاعب اللي هي فيها عشب طبيعي، يعني عشب طبيعي للدراري لان الدراري مازال صغار ما يكونش شي تاثير سلبي على الارجل تاعهم. وكان واحد التنشيط اللي هو تنشيط جيد، يعني الدراري هذا الاسبوع قبل من العطله وهذا الاسبوع تاع العطله زعما لعبوا مزيان. تقريبا سي مصطفى دابا اليوم احنا في اليوم الاخير النهائي، شحال تقريبا ديال الفرق اللي تاهلت نهائيا؟ الفرق اللي تاهلوا دابا كاين 8 تاهلوا في كل مجموعه، كنا في كل كاتيجوري كيتاهلوا 4-4-4، يعني 12 فرقه اللي تاهلت. 12 فرقه اللي تاهلت كل فئه عمريه، كل فئه كيتاهلوا من اربعه. عندنا ثلاثه الفئات، كاين 4-4-4 12 فئه 12 الفرقه. هاد الفرق هما اللي كيلعبوا نصف النهايه دابا تاعهم، ومن بعد غادي يلعبوا النهايه، وغادي نشوفوا ديك الساعه بعد غادي نشوفوا المتوجين اللي حنا كلشي نربح. بالنسبه لنا حنا جميع الفرق اللي شاركت فربح لينا هذا الشيء. نشكروا الاخ رضوان على هذه المبادره اللي قام بها ديال هذا الدوري هذا اللي نظموا في هذه الميادين ديالو، وكنشكروه بزاف لانه كنعرفوه رياضي. كيف تتشوف الاخ صابر؟ انت كتشوف كاينين طاقات الحمد لله، كاينين وليدات في المستوى، يعني كيخصهم غير شويه ديال الوقت وكيخصهم شويه ديال الامكانيات. كيف قلت لك انت كتشوف الامكانيات ديال الملاعب اللي كيلعبوا فيهم الان، رغم انه الاخ رضوان كيبذل بزاف ديال المجهودات باش يصنع ملاعب في المستوى، ولكن اليد الوحيده لا تصفق. بالنسبه لهذا الدوري نرجعوا ليه، كاين كي قلت لك الطاقات في المستوى. كنتمناو انه السلطات المحليه تعطي واحد القيمه لهذه الجمعيات وتعطيهم فرص وتعطيهم امكانيات، لانه الحمد لله كيعملوا في الخفاء، رغم انه كاين المشاكل كيوقعوا، ولكن بغض النظر على هذوك المشاكل كاين الحمد لله الايجابيات كثيره. وبالنسبه لعده جمعيات عطاو لعابه الانديه ديال مراكش، مثل المولوديه، مثل الاتفاق، مثل الانديه ديال التروازيام ديفيزيون، يعني عده فرق عندهم وليدات وعندهم لعابه خرجوا من هذه الجمعيات، من ضمنهم الجمعيه ديال نانيت. حنا الجمعيه ديال الحي المحمدي عطات بزاف ديال اللعابه، الجمعيه ديال الاخ عبد السلام، الاخ شخشار، الاخ كاينين بزاف ديال الاخوان اللي خدامين في الخفاء. كنتمناو انه السلطات المحليه توقف جنب هاد الاخوان وتعاونهم، وحنا اللي كنطلبوا منهم هو انه يوفروا لنا ملاعب في المستوى ويحاسبونا. الحاجه بالنسبه تنشوفوك انك جيتي وجبتي معك واحد الوليد ديالك مشارك في هذا الدوري، سي الحاج تحدثنا كيفاش تشوف هذا الدوري، كيفاش تشوف الوليد، كيفاش تلقى المشاركه ديالو في الدوري مع الزملاء ديالو؟ نعم، حنا دابا بالنسبه للاباء تنجيبوا الوليدات ديالنا باش ينشطوا ويلعبوا حتى هما مع الفرق، وفي نفس الوقت يزيد يتمرسوا شويه في الميدان الرياضي. والملاعب كانت زوينه لانه معشوشه تساعدهم باش يعاودوا يزيدوا يطلعوا من الكفاءات ديالهم الرياضيه، وتنحاولوا نستافدوا من هذه المجالات اللي تيكونوا بحال هكا. سي الحاج شفتي الدوري على مدار ديال 15 يوم، كيفاش شفتي الدوري؟ كيفاش كان الاداء ديال
ماشي الوليد بصفه عامه الوليدات كلهم. لا كان داك الشيء رائع تبارك الله، لا كان منظم مزيان، كان الدوري منظم مزيان، وكان كاين رياضيين الدراري برزو دراري زوينين ان شاء الله يعاودوا يكونوا مستقبل الشباب ان شاء الله قدام ان شاء الله. بسم الله الرحيم، تنشكر القناه على هذه المبادره الطيبه والاهتمام بالفئه الشبابيه لكره القدم. الدوري داز في ظروف مزيانه، ومن خلاله تكتشفوا بعض اللاعبين اللي متميزين شويه. نتمنى ان شاء الله يكونوا يعطوا قدوه للتلاميذ الاخرين والدراري الشبان، ويقدروا يكونوا علاش لم يكونوا في المنتخب ان شاء الله قادما. والدوري داز في ظروف مزيانه، والتطهير معشوشه توسع على الدراري باش يكون الدوري في المستوى ان شاء الله.